ما لهم يا ربي ما يردن علينا، ما ادري ما لهم. الواحد قاعد عن مكتب حرم مرض. الو، السلام عليكم، معك القطب السعوديه. هلا مرحبا، تفضلي. الو، يا هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ حياك الله يا مرحبا. اخبارك طيب؟ تفضلي يا اختي. كيف حال امك وكيف حال عيالك وكيف حال من عندكم كلكم؟ انت دقيقه، انت بتسولف ولا تفضلي يا اختي؟ ايش تبغي اعمل؟ تفضلي. اقول له اشاك تحجز لي من جازا لمصر مغدا وميجا. كم راكب؟ ثلاثه انتم ولا اثنين؟ مغدا وميجا. انتم اثنين كذا صح؟ من جازان لمصر لحالي ما شاء الله واحد معايا. طيب يعني انت بشوف لك اقرب رحله ولا شلون يعني؟ ايوه اشاهد الحين هذاربي موطا، هذاربي كلها موطا عندي عند راسي دحين، شو اسحبه شو اجي حتى عنده واله. هذا شخص ثالث كمان؟ لا يا ابوي مالك عسل، انت ما تفهم. اقول لك انا معايا كرب اشرح لحالي، ما شاء الله واحد معايا. طيب انت قاعد تقولي اسماء، طيب انا ما ادري هذول اشخاص. بكم طيب؟ بكم الليله؟ اشوف لك اقرب رحله. بكم شيء يسقر بي هنا؟ مين؟ شيء يسقر بي بكم؟ والله اختي الله يحفظك، ما ماني عارف ايش تقولي انت. كيف بكم شيء يسقر بي لكذا؟ طيب دقيقه اشوف لك اقرب رحله اشوفها لك. طيب يا عين متى؟ انا شاهد الحين تقول لي بكره، ما شاء اقعد في البيت. والله يا اختي هذا مو تاكسي، هذا طياره يعني، ما هو بيدي انا. سيستم الجدول الرحلات عندي سيستم. انا ما قدرت اطلع القعده، لا تقول لي اقعدي، هذاربي موطه واقديني خارجه وجاهزه. شو تخرجني؟ اهلا وسهلا. من تخرجني قول لي من دحين من بدري، ما معاك ولا تذكره. انا ترى تعبانه، معايا ابو مكلفه، معايا ابو مرغده، ومعايا سواري بله، ومعايا صله. والله يا ولدي جيت البارح بوحده تفحصني، مره خط ظهري كله. يا اختي لحظه، اسمع يا شبيه. لحظه، ايش قلتي؟ ايش قلتي؟ اجتني بوحده. ايوه اجيت بوحده. ايش تسوي لي؟ مره خطني من راسي حتى رجولي ومكانها كان والله كان في التراب. طيب انا الحين انا ايش دخلني في هذا كله الحين؟ واسمع يقولون هناك صدق في دكتور مزين اسمه حمدي حماده. والله انا ما ادري عنه، ما سالت ولا ادري عنه. يسوي الركاب؟ والله ما يسوي ركاب، يسوي انا ما اعرف. انت الحين تبغي الرحله صح؟ عشان رحله ايوه، مغدا وميجا. لقينا لك رحله الساعه 12 في الليل. اليوم؟ لا بكره. لا والله حرام، ما تهبها لي الا اليوم. ما بكره والله حرام ما استنيته. هذا ما هو تاكسي يا اختي بالشارع تحصلي طيارة يعني يروح. ما مشى مشى مشى. عشان كذا الحين تهب لي رحله، رحله مزينه وشا مغدا وميجا. طيب في ساعة. طيب في رحله في الدرجه الاولى، في الدرجه الممتازه يعني، كبار الشخصيات. بكا 6500 مغدا وميجا؟ لا بس مغدا. ايش هذا مغدا وميجا؟ في اشخاص دول ولا ايش يا اختي؟ يعني ذهاب وعوده قصدك يعني؟ انا قصدي ايوه، ما هو هذا ذهاب وعوده، انا ما اعرف هذا ذهاب وعوده. يعني العودة هذا جارنا، واحد اسمه عودة جارنا. ما خلي جارك في حاله، الله يرحم والديك يا اختي. في ذهاب يعني تروحي، عودة يعني ترجعي. عودة هذا خليه ببيته، انا ما اعرف عودة هذا. ترى في ناس ثانيين بيتصلوا. طيب بستة آلاف والله ادعس عليها هكذا، ادعس عليها وتنتف في جدة نتفتها هي والجد. وش انت داعسين؟ الله يرحم والديك يا اختي، ترى في متصلين، انت معطلتني دحين وسيستم بيوقف. طيب هناك يقولون في نهر وبحر يبيع طرحوت مزين، وش جمار الخمير معايا شخبزه هنا. وش هذه كمان؟ هذا جمار الخمير. هذه شخص كمان معك؟ لا اقول لك ما شاء الله واحد معايا الكربه، بروحي معايا ضياء. قلت ضايقت يا اختي، انا تعبت ترى، انا شكلي حفصل وانت السبب، وانت السبب. ما فهمت ولا حاجة، أنت الحين تبغين تقولين أول حاجة ذهاب وعودة. طيب خلاص خلصنا، دحين شفتيني أنا أسمع مكلفة وخمير ومدري إيش ومكلفة، إيش المشكلة يعني أنا؟ أهم حاجة دحين تتصل علي، شديك رقمي تدق علي وتقول لي متى أشيل لها ذهبي واجي. طيب أعطيني رقمك وخلاص، خليني أعطيني رقمك. خلاص شيل رقمي. طيب كم رقم جوالك؟ هذا اللي عندي طريق في السيستم؟ ايوه هذا هو. طيب يا اختي خلاص، شوي نشوف لك رحله ان شاء الله. والله لما تدق علي طال من جاك، انا دحين بشنطتي هذا قلبي موطى ختامها بخو. الله، انت مشكلك تحسب انه تاكسي، هذا مو تاكسي، هذا طياره، الله يرحم والديك. يعني كيف؟ انت جاي، انت بتجيب بهدارب، تقولي هدارب، ايش الهدارب هذه؟ هذا شخص ولدك، طفلك، زوجك؟ لا هدارب كرتي. ها؟